إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر قوحك بلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك اللباط حاشد اللباط وقولي أفر استيعاب وفهم لفهمه نسي هرين سوق هذا تدريب واحد ليلسك كوباد ضع علامة الصواب علامة الصح واحد صارتها أو علامة خطأ أمتها خرتك في المربع أفرقيس لها بنان ثم صحح الخطأ وحي قف أضغ الصح الصواب وحي صحح دلتها لكم قوة ضغر واحد وحوي كوباد عدد سكان العالم أدونك ددك الدقن مركب قفقف اللوتريو 4 مليارات وأفر بليان أوقف تاسوا غلط ووحن يلح بليان إياه إنك بدنويا اثنين أصبح العالم قرية صغيرة عالم يأدوين هو رموح نقضي دابية دير أوكرة يعني سيد دابية دي سكور هاي سوكرة سكور هاي أمسكة سي بدن بسبب وسائل النقل والاتصال وحنا كان يدوين قرية ير نقطو وسائشة adeeg gaadiid ka adduunyada la isaga gudbo ee la isaga goosho ee faraha badan iyo walitisaal isgaarsiinta adduunyada taas waa sax oo maartay markiiba isgaarsiintii waa adduunka meel walba geeyinaysa gaadiidka ahayd iyo tii kale ee xiriirka ee telefoonada iyo ee maartay idaacadaha iyo TV-yada iyo ee jaraa'idada iyo oo markii warkii isu kala gudbinaysa talaata al-aradatu saghira ee kaan xamarada yaryar يقال فرص يريريو وحن اي تشيدان المشين كراهين من وسائل النقل الحديثة وحن كمدهين قاديدك امكا لغوك لقوشو وحن لغو هرطو ليسبو قدبو اي عصب تاسوا غلط وحن وي بريو هرا كوان لاستعمالك كوان المشين دراهين 4 صنعت وحن لسمي المراكب الشراعية مركبية دي شراع لها اي هود ودي شرتي اي ان مشين كراهين قبل العربات الصغيرة انت قاري فرسك ايه قاري دميرك ايه كهر بالاسمية وغلط مركور قاري دميرك ايه قاري فرسك ايه هاتي وحيدونا بها تشيده كلا تشيده ايه المشين كالهين ايه هو الرئي تنوح الاسمية مراكبتا دول مرتب بضها لحمرت اشراع عليه هود ووضو 5 المركبات التي تعمل بالمحركات مركبية يدمارتي دومها كسعود المشينة من وسائل النقل الحديثة وعكمدين جاليد كوح قارة يديد وحسق قدبية إما كعصب طاسين واسح تدريب تاني لا يلسك اللباد أجيب اختصاري سكوبا نقول جواب عما يلي وحصوص عبا كم قارة في العالم إما سقارة ضدبا دون كو قيبسيها لحبا نقصوا مرأي اثنين كم أصبح كيف أصبح العالم قرية صغيرة الدون كو سدو كنا قضي دابيدت كليا وعرنا بسبب وسائل النقل والاتصال وحقوق سببها إسجارسين تحقق جاليدك إيه إسكارسين تحقا مارتي ليس هو قد يورك 3 من الحيوانات التي استعمالها الإنسان ما هي هاي الحيوان كي يوحى النول إدتكو أليك سدي قديما بريقي هوري لنقل إن وحلا غرره جيلا كميدها فردها كميدها وحا كميدها حيوانة كردون إلا غرره دميرها أوكالي وحلا غقاطو 4 ما وسائل الاتصال الحديثة محيهين إسكارسين تعصب إدنية إمك كتير تاوام حي شرائط قوى كمل تليفون قوى كمل إذا عضوى كمل تيفي قوى كمل كمبيوتر قوى كمل إنترنت قوى كمل إنتبوى كمل وحيا بيانكو على سقوق قد بيو ورك الله قول ليه ورك الله سقول ليه كيف كان الإنسان يرسل المعلومات والأخبار بالفيلمات بريقه هوري سيورك اللي سقوق دري شري بريقه هوري سيورك اللي سقوق دري شري واحد بريقه هوري مد آد يا آد معلومات قوي قابين شري بريقه هوري أوه هل استعمال شري ولا سود أض دير الله سقراط واقع كمدها وعكمدها ضد أرديها أنه لا أرض وركه أضمنت ملك عرر ملك ورك جارسية وعكمدها الحمام الزاجل وحلا هذا
يعني حمام كان أو توبرن أو ورقة أنت لو قلت لك يا حبيبي دم الله الدورة أو دبنا تجا ماشي كلا الله غفر ورقة ولا آخر يوم هي كم من هانجري لكن ويرهاجي ترين مرك قارنا وحلا يا ورقة وين لحظة كوبا أبو أو أنا ورقة هالك بجارين مفردات وأري أري تدريب واحد وليس كوبات أكتب ثلاثة وصائل واحد قرطاس صدح هب أما وضو بعد كل عنوان عنوان كستوى صدح وصيله كقر هلكن صدح كقرا مركع عنوان كستوى صدح هب صدح لين بالوجوب بني كقر وصائل اتصال حديثها أريج إسكاسين تعصر جئمك أه وعكم إذا الهاتف هلكن قريسة مثلا التلفاز تيفيجا الإذاعة وحياة بالسكوك قدبيها صدح أسبوع كمد وصائل نقل قديمة وحياة بالجهر الاستعمال الشري الإيميل با كمدة الحمير با كمدة البغال با كمدة وصدح أسبوع قري كرتها وصائل اتصال قديمة بالجهر سوور كل سكوك قدبين شري والصوت با كمدة وحياة كمدة العدائين ورديها ندى أرض ثلاثة ورا الحمام زاجل أيها كمدة حمام كورا قها قادة إمارتي السكوك قدبيو وعمرك كمدة وصائل نقل الحديث باي مكالجوز قادي في عصوه مكة وعكمل الطائرات با كمدة وعكمل المراكب با المركبات با كمدة وعكمل قادي في عصوب القدار ترين قوى كمدة السيارات با بابورتا كمدة يعني هذا تضح كمدة قادم كرتام تريب تاني لا يسكر لبعض إملا الفراغ ماشى مرنكو بوحي بكلمة مناسبة كلمة هبونه من عندك أضو أتكنتو وكواح الواحد بلغ عمره 23 أيو قاري صدح يلا باطن سنة تنبضت كامل كاكو قريسة بنان اثنين تعملوا السيارات بابوكو حكو شقيسة بالمحرك مشين وبابوكو قري بالمحرك مشين بيكو شقيسة ونسا خمسة سافرتو وان صعودة لمشي عني وكو صعودة على الأقدام وانا سالكا قلنسة على الأقدام على أبو قري على الأقدام عقاها أنا اللغيني مثلا اثنين وكاكو قرن حملت وحن قاضي اذا يتم حقا سيبر كولاي نكسب بودني حقا نمبر كان حملت الحقيبة على ظهري بودن كرتا على باكو قرن بابر كان شنددكو قاضي اربعة انتقلت اسرتي من شقتي وحو قولي حافظ اب قويس كي وحو كقوري قويس كي شقة وارهق وصدح قول ايه مثلا وحلم اذا او استحرن او شقضو الى بيت قولي وين ايه قولي مثلا وصل الخبر وركبنا سوغاري الينا انغا بعد ابو قري مثلا بعد ساعه ما يفرض بعد ساعتين بعد مده تضون يعني اري بعضنا كذا بعد ساعتين كدبونا سوغاري ملاحظه نحويه وادبو ايجد يو فيرسي حق النحو ده لحيله بناء الفعل الماضي وعندنا كهلسا فعل الماضي سو لو بنيه بناها معنيه سو حوي حركه جوقته او ان اسبدل لهين او كلمه لاسيو يبنا ولا بنيا الفعل الماضي فعل الماضي سي جوقته على الضم ضم قدال بالغ بنية إذا تسرت طيلة حريده به فعل كان ماضي واو الجماعة وود فائزة كم عرقة أما الربع عن راهو أو مارته بدن ويبنى على السكون ثابني بالغ بنية أو شوكتوا إذا مركا تسرت طيلة حريده به فعل كان ماضي تاء فاعل تاء الشيء سقف حقبتي لبي يدك بقول لكم كرا أو ناء الفاعلين أما أنجا أكو حقبتي aniga oo ka wax qabtay baa luuri iyo anaga oo ku wax qabtay oo macnaheedu yahay laba qof iyo in ka badan oo wax qabtay oo nuun niswa ama nuun ta dumarka ka hadasha saddexda amida haday la xidhana sukun baa lagu bineeya wayumna cal fadhi korba lagu baneeyaa ficilka maadi fi macda dalik inta aan soo sheegno wixii aan ahayn damadiina waa la sheegay sukunkina waa la sheegay labada qaybood wixii aan ahayn waa fadhu hadaba u durus baro واللاحظ ولي بقوا فيرسو ألف قيبت الكوبات صنعوا المراكبة وحي سميين المراكب تبي سميين صنعوا ووبا لحرد جماعة دبادنا والقذية عينك الناس وضطق تحدثوا وحي كالشاكيستين عن الشبكة شبكة دي كالشاكيستين شبكة دو يعني وحي نقول كرتا تلو كلونك يتنم كالي هذا شبكة الدولية أو انترنت كابا مركا تحدثوا بالقوري ووبا لحرد ضم الله قبنينيا الطلاب وأرددو حصلوا حهرين على جوائز أبال جودي يا أبال مرينا بالسي مرك الجوليستين حصلوا وحلا حجوا وحلا قبنيا ضموا فاز ويكون جوليستين لبدي في المسابقة ترتنكي فاز ألف بالحريري
كل دول في فلح يرفع فتح على قبنا يازجا وادرك تازايدا والله كرنا بيب نجحوا وحكوا جوليستين في الامتحان امتحان كله قادوا جوليستين وارك مثلا بدن نجحوا أو مثلا أردوا كسوقات وحلاح يدوه والجماعة والجود يضم على سارة هذا بقيت على بعض جلست هنا هل كان بام فريستي تاول فاعل واتا جلست وحم فريستي هنا هل كان حاط قبطي فد بقى تميزي تبنوا الريبي تاعه جلست حضرت واحد تمديه متأخرا وقت الدنبي مرجع حضرتها وتاول فاعل تاول فاعل ويجود نانكرتها وأنا هوسط نانكرتها واني كرر نانكرتها ما تسمى معنيه دويس بدريا لكن مرة بس شقيق قبطي يقف قاس قبطي تاول قالسه إما قوانين حضرت واحد تمد متأخرا أديك أور هاجي قارض ما تسوق كسر مرجع حضر بالي والريبي مرة دي تاول أصلح له قرأتي وتاول فاعل كي وهوسط بن واحد آخر الجبر يحيي كثير الإنفر بلما الله حقيدي كل هذه تابع سلاح يدي فعلك ولا ربيع همزة كتبنا وان قرني الدرس وان نادي فاعلين وان قرني وضد بنا وحقبته حقبتين كورمي قرأ البان صميني دبنا وحلونا كتب بعض ولا ربيع كتبنا البنات تنوى نسوه البنات هبله شكرنا الله إله بهم هنقين شكر بارون يا مركا كل هذه نقدم به وهذا ولا ربيع فعلك هذا قدم به سير جين كان الناس يسافرون تذكر هانشرين قال خو سفرة مشيا على مشيا يجو أو مارتي صعوتين يا تاسين وجو مشرتو تصارها سي وفعل مضارع بهالكا سوق لينه وفعل مادبين وكانوا كهليني مركا لكن وكيف فتحها حق أبوك كجترة كان الناس حق سوق كجترة وكجترة كان الناس أو فتحه يسافرون ويسكت ما يسايده كان الناس تدخل حاجر فتح على جبيني وايو أنتي من الله مو حريرين أنسو شيء جني صنع الإنسان تدخل حسمي المركبات بسمي مراكب صنع عباين وبشرته ومفتوح وايو أنتي من الله مو حريرين ظهرت واحد صباح ذي الوسائل إسقارتينته الحديثة تعصب أي صباحي وجيدة يعني لها أبوري ظهرت مركات واحد لحد إذا تاو الناس يدلوا تمرها مفتوح وهان ظهر فعل أصبح العالم الدون كيوح النقضي سبدري قرية صغيرة دابية دير بوقبي يسوى النقضي سدون نقضي دابية دير دابية دير يسا يستقورها يسا سكبضا أيها الدون كيو يستقورها يامك مركا أصبح وعليا دابية دير أدوك أتوكتور تكورهين إني عالم قوش شيغان وقلنا وحا ساعة مقالة لديك العي أدون أدوك بقلبه أصبح العالم عالم كيوح النقضي قرية صغيرة أي نقطة أصبح هو مركا فعل ماضية وحمركا على سمين يفتح على قبنا هنا أخذ الناس تدك واحد بلابين أخذ هدفع المضارع خدم به وشرع أخذ الناس تدك واحد بلابين يستعملون إلى الإكسدان بريجهرة الحيوانات حيوانات بريجهرة حيوان حتى لما تربين أما لما الليلين يا مركي دم الليلي أخذ هو مركا المقارنة هنا وفعل كي ماضية فتح على قبنا تدريب كان هو ليلس أسند الأفعال أثير فعل هذا الماضية يا ماضية إلى الضمائري وحوطي رسام مقعوية لدى في الجدول جدول كقرن فعل كماضي هل كايال مدرب بقيري أضوه ضمائر تاقيري وضبط آخر الفعل أفعالي بالشكل أولي بحركي حق أفعاش إيه الضمبي هل قرتصاد قرتي كما في المثال هل كان محاك قرن تاو وحاك قرن التعنيف تادي لديك تلماميسي لا حريري تاو فعل كلا حريري تاو يدو هذي يقور كمترتو تاو تانيستو مارت الضمائر تكمد معها وايو حرف يدو تا ضميرك هو اسمي تاو تانيست هو حرف وقدر لكن كمترتو تاو الفاعل تاو الشيء تقفو حقبتي يدنا وامقودن اما كردبن اما خوصدبن تان الحريري اما كانت بدن وحو قرأيه وقودن ومتكلم وقفو حالي ورقى دبر من قنقرتا نا الفاعلين نا اذا او احبانو قبني وضو حقبتي او لبايا كبادنا او لديه لبانا قنقرة تار لحريري الف اثنين الف لبات الماميسة ويقول الفاعلة لحريري الف تاسي يعني الف اثنين او لبايا نون نسوة نون تدومر كبادن شيكيسة لحريري وو الجماعة لحريري ويقول لبايا هذا تصالي وحكوري اهري حضر مفعل كي قري دوانو حلو حريري حضرت كبادي ويتمد حضرت انا قائمد حضرنا أنجا نمت حضر لبدو ديبا يمت حضرنا الضمر كبدنا با يمت حضروا فج بدنا با يمت تسأل هاي سجاد مني أنت كره هذا سمي بكلية سمع سؤال خاصكم قرنا سمعت كبدو ويا مقصي سمعت أنجا مقلي سمعنا وانو مقلي
سمع لبدي مغلي سمعنا ضد دمر كبد ناوى مغلي سمعوا رجل كبد ناوى مغلين معاك حاجة شكرة شكرت إلهي بأنو مهد نقضي شكرت إلهي بأنو مهد نقضي شكرنا إلهي بأنو مهد نقضي شكرا لبدي بأنو مهد نقضي إلهي شكرنا دمر كبد ناوى مهد نقضي شكروا رجل كبد ناوى مهد نقضي هل كان فحصوا باري ويان فحصت كبدي وي باري وحق عاصماتك marka dhaqtarku baarayo sheebaalka la sameeyo faasto aniga baaray faasna aniga baaray faasa labadoodiiba baaray faasna dumarkii badnaaba baaray faasu ragii badnaaba baaray shariba marka ku xigta sharibad kaba dhibi cabtay sharibtu aniga cabay sharibna aniga cabnay shariba labadoodiiba cabay sharibna dumarkii badnaaba cabay sharibu ragii badnaaba cabay akalaba ku xigta akalad kaba dhawo cuntay akaltu waan cunay anigu akalna aniga cunay akala labadoodiiba cunay akalna dumarkii badnaaba cunay akalu ragii badnaaba cunay معين يروح تحدث تحدثت ويا الشيكيسي تحدثت أنا شيكي تحدثنا أنك شيكيني تحدث لبدو ديوا شيكي تحدثنا دمر كبد نوا ورمي يتحدث ويا شيكي استيقظ أمريكا الكاكو قرن استيقظ جوارد ويا توصي هدي ديوا كتوصي استيقظت أنا وان توصي استيقظنا وان توصي استيقظ لبدو ديوا توصي استيقظنا دمر كبد نوا توصي استيقظ وخرج بد نوا توصي سكرنا أمريكا ويا دقي وقف أمريكا جوري دقي ويا حلمي ذا أمد دل حلنا أمريكا سكنت وين دقتي سكنت وين دقي سكننا وين دقيني وين دقيني أنا قاعد دقيني سكننا اللي بدو دي بعد دقي سكننا دوم ركبنا بعد دقي سكنوا ركبنا بعد دقي أنت أنا سأقول حليلي بكلية هذا ما ندوة على العولمة إما كنت نروح ويا سمنار خصوصا عولمة ضوح الإدجين تلايرة إن أدون كلا صفر جون قارض وطن وأور كان يفيد بدن يقول هذا أديه أنا أكو هنيان زينب زينب واحد اللي كانت واحد شرتين ندوة مفيدة سمنار فائدة بضم بالله قبطي لماذا لم تحضري محاذو إمام وهيد ومركا أدوك سوى قيب قلوه دي بيته وراها هبلوه أربعة وصورة سنية فادو واحد اللي كنت أمس مشغولة شلعنو مشغول بانها زارنا واحد نصوب وغضي بعض الضيوف قار كميدا مرتدة وقرقين وقيمت وأنك إمان كرواي مرتبة نوتش وكتبيته زينب وحي حضرت وحي تلا حض زينب كورميس وحي تحضرت الندوة ندوة وحي يبدأ مس منارك معظم مدرسات الجامعة ضمان أما أنا لاحظ إنتو ضبط المعظم إنتو دي بدنا معلمين تي ضمر كهيد الجامعة وحكي لي الجامعة الجامعة وحكي لي ولا وارد أو الجامعة وحكي لي إيو وطالبة وطالباتها أردي الجامعة ذا أيه intooda badnayd ardayda badan koodu way yimaadeen macallimiinta badan kooduna way yimaadeen oo wada dumar oo way gaadheen heer halka dumarku ay macallimiin u soo yihiin ila iskuulada hoose ila maarta jaamacada faadumtu waxa timaada hadafta fi nadoo maxa seminarka ka dhacay ee la qabtay zeena waxa tiri kaanad waxay ahayd al mutahaddithat dumarkii ka warramay arintaasi fariiqay laba qoyad oo qeysameen fariiqan qoro yidcu ku baaqaysa ila culama in la soo dhaweeyo lana qaato fikradda caalaminimada ama in dunida loo rogo ma aragtay caalami wax isku wada xiran oo adduunyadu isu wada furan faqaafadeed iyo aqoonteed iyo ganacsigeed iyo siyaasadeed iyo xol wa fariiqan qolo yarfudu diidan alculama diidan in mar edegeynta adduunyada iyo isu furitaanka oo adduunyada kala xidhnaato oo ay kala duwanaato doonaysa faadumatu waxay tiri wamaa xujatu kullu fariiq qolo kasta dooday soo bandhigtay iyo waxay ku dooday tiri qolada lagu wanaagsan maxay sabab ka dhigeen kuwa lagu xuntahayna way xuntahayna maxay sabab ka dhigeen zeen waxa tiri yaqul wuxuu lahaa al fariiq al awwal qolada hore waa qolada lahayd awlamada hal qaato iyo caalimnimada satuaddi waxay keeli doonta dhalin doonta al awlamatu caalam caalimiyintu hadii adduunka la sufuro ila tarmiyati jamii ad duwal inay koraan dhamaan adduunyada dawladahaydu oo marka la sufurmo la kala faa'iideysto tanmiya hadii la ilaahdana badana xagga dhaqaalaha ku dhayay u jeeda in dhaqaalaha diyo uu wada koro khaasatan adduul faqeer marka ay yahay waxa si gaar ah waliba gooni ah oo ay dan u tii tahay dawladaha faqeerka ee waxba haysan baa ka faa'iideysan doona dawladaha adduunyada ee horumartay ka dhisan faadimatu waxay tiri wamaada yaqul fariiqu thani kooxda labaad ee diidanayna maxay yahadeen zeena waxay tiri yaqul qolaas waxay lahayd إن العولمة عالميين تي أدنكو سفرما ستؤدي وحي كيري دونتا إلى هيمنة الدول الغنية إن قبصدان قبصدان دولدها مالقبين نظر إيوا ويني على الدول الفقيرة دولدها فقير كابي قبصانيان لقاله دي سياسة دود إي أقونتو دي حوردن دبنا دول كم الميان كويري ردار كا قاضية كويري
داد کا قاضیا دن و بابا ایان مرکل ایگا افقا فدا قان اقون تو دی و بابا ایسا دقالو دی و بابا ایو کود حیدان ایک کھلے وحو ما سمیسن کر ورشد ما سمیسن کران وحلو کو فرور ای دنیا دا دن ورشد نکی سمیئی و کعیا دی را هید مو وحو اصر عنی ایمت چرو ان رو با کود ای دنیا دا کو فران دن هرمر ما سمیسن کران فاتم دو حیتی و کیف انتهت الندوه maxay ku dhab sidee ku dhamaatay hadaba nadwadii markay dhamaatay maxaa lagu dhameeyay labada fariiq loo kala kacay gabagabadii iyo dhamaatkii muxuu noqday fa zeen waxa daara waxa dhaxmaray niqaashun dood saaxirun kulu badan nadwadii markii nadwada kadib aad baa loo dooday dood kulu oo cara ku jirto ayaa ka dhacday warafada mucdam al-hudur dumarkii ka soo qayb galay intooda badan waxay diideen alaacoolamada caawimada gaashaanka u dhufteen waxaana wax hadana ugu jirtaa ma jirto dalalka islaamka gaar ahaan iyo dunida faqiirka amidna wax faa'iido ma leh oo khasaare faadumo waxa tii limaada maxay ku diidan kuwa diidiyay ila dadkii waa inta badan waa la diidiyay zeena waxa tii ana dowlad qaniya dowladahan maal qabeenka ah ee horumaray satafridu waxay waajib kaga dhigaysaa luqadaha afafkooda iyo waqafatiha habka aqooreed iyo cilmi ee iyagu ay leeyihiin ayay caladu wal faqirata ku qasbaysaa kul hadii luqada laga qabsado aqoontaada horta ana la qabsado waxaad ka mid noqonaysaa un taabic aan gaar u taagnaan karin oo ka mid ah ummadaha oo wixii kulba la soo dhigo iyo baad taabic u ahaanaysaa way aqoon gaarana ma lihid af gaarana ma lihid dadna hadduu noqonaysaa ummad ku milan oo ka mid ah hun dadna wajoodkaagii meesha ku baxayaba faadimadu waxay tiri ana atafiq anuu waan raacsanahay ma hada ra'yi baan anigu raacsanahay ra'yi gaale waa lagu baabaayaa caalamnimada zeen waxa tii aanu akhtalif maahu anuu ka soo horjeeda kaasigisu wax raacsanahay culimada isticaab haddii inta aan soo sheegney ayaa laga sameeyay waxyaabahan dambe oo dhan isticaab bal fahanka meesha ku qoran ayaa tijaabo la naga qaaday inuu garanayo in kale tadriib waaxid leeliska koobaad ba calaamada su'aal calaamada saxda dhig oo calaamada khata ama khaladka saar meesha aad khalado thumma sahih alkhat hadaa mid khalad aad khalado khata adigu sax oo saxda ka dhig asawaab wixii saxda ahaana halka lagu wado banay ku wado qor ta saxda ah waa soo wareejisana ku qoreysa ta khaldan inta aad khaladaad sax iyadoo xaqan ku qoreysa dad waahid zeenab hadarta nadwatan an alaalama an alaawlama zeenab waxa ka qayb gashay seminar lagaga hadlay caawlamada taas waa sax tinin hadarat kullu almudarrisati wa talibati nadwa way wada yimaadeen dhamaan macallimiinta jaamacadda iyo ardayda jaamacadda oo dhan seminarka taas waa qalado mucdam intoodi badnayd baa hareema ka maqnayd talaata yadcu ala fariiq alawwal qolada laba qod way qaysanayeen laba rayi qolada hore waxa ku baaqaysay ila caawlama in la qaato eedeynta adduunyada iyo safarka adduunyada taasina waa sax arbaca rafada mucdam alxudur alcawlama aakhirkii iyo gabagabadii dadkii isugu intiisii badnayd way diideen cawlamada oo faa'iida kuma jirta bay dhahaan taasina waa sax khamsa faadimatu wa zeynabu mutafaqatani faadima iyo zeynabu labada sheekaysanayay waxay isku raacsan yihiin fi ra'yi ma ra'yigoodu waa isku mid waa xawey kaasina waa qalado midna cawlamadii ayiday midna way kasoo horjeedtay tii maqnayd way diiday cawlamada waa faadima ee tii joogtay waa raacsanayd wasiina bahad tadrib tani waxa weeye leeska labaad ajib ka jawaab bixtisaar si kooban ama yeli waxa soo socda waahid limaada lam tahdur faadimatu annadwa maxay u iman weydi yani kaan mashquulatan bay ahayd maalinta oo duyuufti ay ku mashquulshay itinin kan fariiqan kaana fi nadwa imisa kooxood baa seminaarka joogay labay kala qaybsameen tirada waxay doontaa noqoto laakiin maxaa kala qaybsa laba ra'yi talaata ma ra'yul fariiq alawwal aragtida kooxda hore maxay ahayd تدعو الى العولمه waxa ku baaqayeen maxaa kooxdaas iyo duur ila caawlama waxa ku baaqayeen in caalamiinta la qaato ma ra'yu fariiq thani kooxda kalena aragtoodi maxay ahay taladood yani yarfud buha kana alawlama way diidanaayeen khamsa hal takallama arrijalu fi hadhihi nadwa ragii miyuu ka hadlay seminaarka maya mi joogin oo dumar un bahay mufradaat imkana eray baa leena baraya tadrib waahid silbeena kalimatayn mutadaadatayn isku xidhid xariiq isugu xidh labadan qaybo iska soo horjeeda midna raqamiyada ku qoray midna xurufta ku qoran tahay labada erey macnaha soo kala horjeedo yakhtalif waxa lagu xidhayaa marka yakhtalif way kala duwan yatafiq waa isku mid baa marka lagu xidhayaa iska soo horjeedan yabdaw wuu bilaabmay ama wuu bilaabmaya ayaa lagu xidhayaa yantahi uu dhamaaday iska soo horjeedan qabla waxa lagu xidhayaa bacda qabla horteed bacda dabadeed baa lagu xidhayaa iska soo horjeedan sariic baa halka qoran mid dheeraynayo degdega waxaa lagu qorayaa kawowga oo badii ah yani mid gaabinaya yaa xariiq isugu xidhaysa haniyatun baa ku xigtad yani mid qani oo maal qabeena
وعكسه الشيء كألفته أو فقيرة أو تكحل سالين كسورة عنس الحديث هذا القرن يعني ووحى أصب وحد ما كحل إذا بعض القديمة وحراء دلنا أنت إيش كسور جيدة أياد تكحل إذا الله الله بس كحل إذا تدريب تاني لا ينسك لبعض سلب لك كلمة والتعريف المناسب والواحد حديث إذا أكده كلمة هي التعريف هي معناه هي دوش رحم هي حاجة كقرن الواحد الندوة بالوجود ندوة ندوة اسم النار حقا هذا محاكو قرن وعدد من الناس والتردد كاملة ويناقشون كالدودية موضوعا واحدا كوضا هاللية موضوع كليا وموضوع بها الكافيال نكا باكا هاللية نكا مثلا سوكعية موضوع مضو مرأي هرقو حدونا هنا قضاء موضوع بوسنا عرقتك بحنايا مدو لبسيد يساقو مركا عيلات هاي دبنا اسم النار كنوع عاصة ايوحل لهذا الندوة وواخل موضوع وضبط لكوضا هاللية اما كوضا الدودية اما اني بأركيس كبحنايا الندوة هي. العلماء وهل كقرن علماء وعالمين محيط علماء ذو علماء وحلا هذا أن تفرض دولة على أخرى ثقافتها ولا كخصبته دولة أقون تدي منهج كذي سيد وحواركته إلى المنهج وقابك دلك الله صاره دلك له جو السياسة كصبحه معلم كصبحه دكتور كصبحه جنر كصبحه دولة كصبحه وما تلقوه لسه وأقون تدي بكخصب إسا دلك له ده بنا أقون تهدي له وخصبه waxaan noqonaysaa un dhaqanka cida un baad qaadanaysaa in qofku maskaxdu wax ka maamula maskaxdana tacliinta maamusha dadna saas uu noqonayaa awramadu waa taa atanmiya baa jirta tanmiya waa maxay asalkeedu tanmiya wuxuu ku yiri waxa la ilaahdaa taqadumu dawladi in dawladu horumarto dhinaca fi majalis iqtisaad xaga dhaqaalaha ee la tanmiya waa dhaqaalaha dawladu oo kordha ama qof baa ahaado inta badan waxa loo isticmaalaa dalde tanmiya ma qaya alhaymana waxa hayman hayman waa qabsi إذا أعد قبصته هذا هيمنة والسيطرة شخص على شخص قف قبصته ما ملهاني مسكحان أو دولة على دولة أما دولة كلام قبصتها لهذا هيمنة ويكردوه أنت أسوأ حب هيمنة ذو لقوه قبصته تاني لكن حويان مسكحان لقوه قبصته وحنا لا عولة مض وعيدا بينهم كويمن وحكى لكويمن لكن فكرة هنقول هذي لقوه قبصته وحنا نقول نستابع الحجة باكرته حجة محل أثر كيد حجة واض يعني دليل حجها كلام يؤيد وهذا التاجر رأي الإنسان قف أركتي التاجر وقف ماكو أركتي سوى شيء وين الدليل كرأيه سك التاجري حجة ما كلامنا أصوات إما خوا عضد قاب خلاقو دواقة عضك بع خا كقر أمام اللام المفخمة لام تفخيم كي وينين تكشرتو في لفظ الجلالة أرجع إلى الله لفظ جوين مرة إلى هذا والله مرة ولا تفخيمية مرة ولا ترقيقية ترقيق أمرك كسر كورسه تفخيم كن أمرك عم فتح عم ضم كورسه والرأى كقرها أمام اللام المرققة لام تخفيف كسر لارنا خفيف أنا واحد كقرتها محوها رأى كهرقر جاء عبد الله بلونه إما واحد كورسه جدال ولا تفخيمنا يا هل كا واحد كقرسه خابس كقرسه هل كوب يجن يا مربع يا بنان اثنين فحص الطبيب عبد الله وحباري دخترك عبد الله إما كلا كروبا كوريا تبقى نوع تفخيم إنسان خابر هلك أقول إنسان ثلاثة كتاب عبد الله جديد كتاب عبد الله العزبي عبدي واحد قرر إنسان هذا مركب واحد قرر سر ومرقق يعني أربعة الله ربي الله هو ربي والله واحد قرر إنسان مكنا فتح وحمزة صارا وتفخيم خابر قرر إنسان بسم الله الرحمن الرحيم هذا مكنا محاكم قرن بسم الله أك مين بسم بقى قرر يا والله ضم ضيق إنسان يري قرر يا وكسره فادي بقول إنسان هذا فضل من الله فضل من الله ومخفقة من مكة هذا الكاسة ما ينسى وادخاب القرسة وكفى بالله وكير إلهي بأعلى حلسار والسوها اللي يكفل بابا قرسة وصدبا وحد قرسة هلك رابة قرسة وفقك الله الله كوافتي فتح قرسة كاف مفتوحة همزة وعلى عيسى تبقى نمحة رسمة إليا هلك خابة قرسة تسعى في أمان الله نبدقلي إلهي يعني الله كل نبدقلي يوكلي marka ay imka wax ka hoose kasar amaani alla dabana waa raadad qoraysa muraqaq yani waxa ku xiga ka tobnaad insha allah hadii alla ila fadhaha qoraysa khaabad qoraysa 11 barakallahu fik allah ku barakeeyo fadhaha qoraysa khaabad marka qoraysa 12 jazakallahu khair ilahay wanaag ha kugu abaal mariyo yani wax ka wanaagsan waliba weeyaan khair waa soo tafdiil allah kugu abaal mariyo تزحوا أمر قف وحقبتوا وح كسي وناسا الله قصي جزاك الله خيرا
كاب كره ما كوريه دبيدنا ما حلا سمينا ومخفخم خالد قريسا 13 السلام عليكم ورحمة الله نبقي دوشين هاتي إن حريص الهيبة ورحمة وحكوه رأي الضمو تبقى نوال ما مفخم خابت قريسا 14 الحمد لله لله محاكوه رأي اللام باكوه رأي اللام خاسوه مكسور تادبت قريسا ملاحظة النحوية وملعسي يتشلعو لإيقي حق النحوها ودرس برو واللاحظ أفرسو علامات العراب الأسلية عرابت واحد قريسة أسلية فرعية كوة أسلقة أنا فرعي قاهين هو فرعي هو النائب علامات كاسينة المامينة محاي كريهين وأفر الضمة والقدالة الفتحة كردوغة الكسرة هوستوغة السكون في ابنينك دبنا محور الطفل القاحوغة المير يجلس وفرعي لبضا سيد الضمة سارم الطفل لن يجلس يعني أرض المير يمفر يسانيو أيها كوقر من نوا فعل من نوا اسم واسبر برودا والضمة إيو فتحوه لبضا بواي قلان فعل كي اسمي halkan adif iyo quru qoray oo hoos loogiya waayo kasrada ficilka ma gasho dadana hal mid waan la soo qaada lam yajlis mu fariisan halkan ficilka quru qoray reebniinka waayo reebniinku ismiga ma galo afarta waa dhaxtaal yani xaqiina xawada afarta eray ama afarta calaamadood waa al calaamatu asliyatu fil arab asalka ah kala adamatu wal fathatu wal kasratu was sukun dadana wuxuu gurtay tadriib intaas lagu tahamaya ba fil murabba أفرجيس لها كان كقرن واحد يكتب اسم العلامة الواقعة ما قاعلتها علامة الدعدي في آخر الكلمة كلمة آخر كده وأفرتك أي تهون هل كان كقرن وأضم قر أما الفتح قر السكون قر الكسر تقر خربطة أي تهاي كما في المثال صد صارم كقرن إمكم هو قري يدرس بقر وفعلا محو كهر قري سكون أنت كذا تقول أدوك بوحي بيت أبو هل كان قري بيت الفتح أم كقر علم أبو قري الفتح كقر لو قرن ما توضع كتاي الصحة تبو قري الضم طالك أكو قروي جدنت هاي يكتب هذا نقري السكون كقر إنه هو ربي فعل كي القرآن بو قري الضم طالك بنان كقر إنه هو جدني هاي سبعة بالحضور بوري كسر هالك أكو قر وهو صبنت هاي يقول وحلي هاي هالك راح أكو قرتا الضم تو جدني هاي بكل هالك راح أكو قرن الكسر تكو قر وهو صبي هاي يجلس بو هذا نقري أرث بن السكون هالك أكو قر كوريسا يحدثه وفعل كلام نصب سن يحدث النصب هلك الفتح كقر الفتح كقر في المسجد وهذا وانت الكسرة كقر انت انا ساده كما هو فهم المسموع ورتا عجلدو ليسن هروس شيغني عجلدها لا دغيسنيا marka dabad waxay aad maqashay si aad u fahantay wax laga weydiinaya inuu imka عجلدها ما هينا طبعا لكن كل عجلدها دغيسato ayaa inta dambe ka jawaabi doonta inta halka ku qoran wuxuu leeyahay istamaac horta dhageysa markii hore tumaqtar waxaad xulataa doorataa aljawaab saxiix ah jawaabta saxda ah biwadci daairatin waxaad ku dooranaysaa inaad goobo galiso hawl alharf almunasib harfka jawaabtiisu saxda ah tahay jawaabta saxda ah ka horeeya jawaabta saxda ah harfkeeda goobo gali waxa halka ugu qoran waahid kaana tanadu tul kitaab nadwada ku saabsan kitaabka kitaab baa laga galay seminar waxay ahay buu leeyahay fi kuliyati aadab kuliyada aadabka luqada carabta iyo waxa la mid ah xeerida lagu barto ayay ahay waxay kuliyati shariicada shariicada islaamka lagu barto kuliyati culumta sayniska ahay marka dhageystaa gelin doonta ama alfkaad gelin oo jawaabta horeysa ama baadaad gelin xarafka baada oo jawaabta labaad ama jimkaad gelin oo jawaabta saddexaad xarafkeeda laakiin wala dhageystaa اثنين كان المتكلمون وحي هاي دتكي هلي من الجامعة ايه كم اذا هاي خارج الجامعة وكبحثنا هاي داخل الجامعة وخارجها جامعة دقار حقا ذاك سعودية وكبحثن ايه سبوكر دتكي هلي قال يعني جامعة دك كم اذا هي قال جامعة دك كبحثن بهاي لابد بو يسبوكرين حد بطا واحد قلين دونتا اما الف اما بقى اما جيم كما كده يستم دتك هلي ينام وصوقرنا ثلاثة من قال ان الكتاب سينتهي قريبا يا يري تدكو كتاب كي لقى هلي دربو ودمان يا يري يعني هذه الشيء كتبت القراءة إلى صومبر ديوال أرتي أي على جهلة تبغى نقول رمانة عدي تري هاي ألف الضيوف مرتديك صوب غير وشها هاي ب المدرسون من خارج الجامعة وهاي المعلمين أنا كان معادك السنين المدرسون من الجامعة كل كان معادك السنة بهاي أو كان معادك كل قبطي تبغى نع عدة تري واحد قليل دون طا إنا مرتدي شرفت هاي إنا هاي المعلمين كبحسن جامعة هي معلمين الجامعة مده هاي أنت بقول دقي ما كل دقي سوما لقيت شوابين أربعة ما سيستعمل الكتاب العادي كتابك عادي يا استعماله وقتا طويلا يا كبحية أين بدن كتابك استعماله وقت بدن قرية ألف الفقراء ضدك فقراء ضع أنت بدن قرية باء الأغنياء ضدك مال قبينك أنت بدن قرية جيم الطلاب أرضيها
أرضها أو أخرس فضلا كتبتها هذه شروين أو نودي ستة خمسة يعني فقير نمضوا يغني نمضوا معها إسكيد واحد كتاب خلوه أخرسته أو معنا هو أخرسا هذه يعني أرض النماء يوحلا مده لسعون مركها أرضها أو أخرس فضلا خمسة من قال إن الكتاب اللي ينتهي قريبا قل دكي يدمر أمانا يو كتاب بريهن يو أها الضيوف مرتدي بها الألف الضيوف مرتدي بها بعض الضيوف قار كمدة مرتدون ما هينه إن كمدة بها جيم المدرسين معلمين تبها مركز دقيسة لقي توابية إما كانت تكلم وهذا لو أفقى هذا لك أصوب إما ده بدو حدقيسة تي وهو الغضاء لنا بريا لأن يمكوا إن لقى هذه الشينية أو بطرها كل بقى يقول لي مرة دقيسة نسا لأنه واحد يسوى لقوا الدنيا مرة واضح خيسة واحد خدمة دبنا لقوا انتحامية مرة واضح خليسة وده مهارات كلها هيد قيلها هيد أيوة تمامية تدريب واحد لابس الكوبات تبادل الأسئلة والأجوبة اسوي دارسة ويديني ورعلي سؤالي تواب مع زميلك صاحبك نشاد ثنائي بكولي واشق الله بقي سود لا والله بقى في سوي دارسانيا واحد في أي قارة يقع بلدك قال لي لحدها نصوم مرأي فالكاقو قاردك يا لا وقاردي اثنين ما أغنى الدول في العالم محيهين تولدها الدنيا دقو قريسان وكويت يقوم على قريسا ثلاثة ما أفقر الدول في العالم دولتها دونك وقف فقير سنة وقف وصي حقنا قال هو الكويت أربعة لماذا هناك دول فقيرة تن بحيات ديوده وقتران دولتها فقيرة وحبها يسن وأخرى غنية يدولتها كلو غنية محيات وقتران ديوده الديوده أي وكرة دونتها خمسة هل توافق ما أدوغ ما رعصنتها ومقولتها أن تكون هناك ثقافة ولغة واحدة إن الديوده كترتو أفكر يولغو وضح الله يأقون قرى ودونك وضح لكل عرب الدونك ورن إنه أفكر يا والقوة هلا دون أقوام من السنة وذا يشوا مرة عسنا تها أذو ما مرة عسنا إنكو هذا الإسلام كاهين وكل قادنا يا أنا دين الإسلام كاهين أقوام يا أفكر قادنا يا بهذا الإسلام كاهين لماذا محاد كديد محاد كرة على هذا الغش هاي هذا جديد تاني محاد كديد ستة هل توافق مئة أذو مرة عسنا تها وذا مسنا تها أن تكون على أن تكون هناك دولة واحدة إن لا سمايو دولة كليا أو تطبعها والضبط قرانت جميع الدول دولتها دون قرر ما عكا تلقاتان في السياسة حق السياسة دي هو قامين تأدوية يمامر والاقتصاد حق دقالها والثقافة حق قونت مياه تارع عسنت هاي هذه دولة الإسلام كنا قولنا سو وان رعسنا هاي هذه كلمة رعسنين لماذا محاضر راع ويدي هداد راع هداد وقلين محاضر وقلان ويدي هداد وقلش هاينا محاضر وقلاتي هل توافق مياد أقولها يا مرة عزنتها على ترك لغتك إن اللغة هذا كتكتو يو ثقافتك لماذا هذا قف مسلم وتهي إن الثقافة هذا كتكتو مرة ما أقولانيس اللغة هذا هذه لغة الإسلام تهي إن كتكتو مرة ما أقولانيس لكن هذا مثلا ده قف هذا يه قف مارس بيان دين بهاي سنة كتكتو أقوله هاي سنة دين تقوله لكن القف مسلم يهاي سوور مرة بكتناسلو كم أقوله تدريب ثاني ناقش واحد دوبك بحساب دوب الموضوعات التالية موضوع عدا صوصي عناوين تن مع زملائك هذه هي صاحب هذا ما زميلك هو زملائك مركب هم نقول على شكل ندوة مو نقول يا مركب سن ندوة ندوة ومركب موضوع كلية تتربى ذي أيوة ذاقيا نشاط الفريق بمكوري كي هو الثنائي بها لا بدنا ولا وقف بها إما هو نشاط الفريق قهر لمبا كود قيب جلسة شقدر وشقاء وضقان ضبطني واحد يجيب حواجبه أن تكون للعالم لغة واحدة وواجب إن الدنيا الوصف مياه لغة قرأة أدوك سواء فكرته موضوع كالضوضة أدي صاحب هذا مواجبة مسمها مصحبة مسمها موناسية مسموها لسنة طولك تشيدية اثنين يجب واجبة أن تكون للعالم ثقافة واحدة إن الدنيا أقوم قرأة إيه منهج كليا لغة سمياه حق أقومتها مصحبة مسمها تانك الضوضة ثلاثة يجب واجبة أن يكون للعالم اقتصاد واحد إن الدنيا قرامة دي سنة سمياه قرامة دي سنة وميلك لك معمولة مركها مسحبة مسمها تانك الضوضة أربعة يجب واجبة أن تكون للعالم سياسة واحدة الدنيا السياسة قرأ هي مامل كليا إن الله سمع سياسة أسر كده هو مامرك إن مامل مديسان الله سمع موحدة أي واجبة مركها هدي لما ديو لقالها هي هدي لما ديو سياسة هي هدي لما ديو قونتا وحقوشها على قفك أود مركالي marka maalinta islaamku awood leeyahay islaamku wuxuu ka shaqeeyay inuu diidan u sameeyo dawlad kale inuu u shaqeeyo sameeyo dhaqaale kale inuu sameeyo aqoon kale ayuu ka shaqeeyay maalinta xoog isagu leeyahay maalmaha kuwa kale ay leeyihiin waxa ka shaqeeyay in ayagu tooda waafajiyaan
تهيا هذا هو ديار قروي مكانه فكر واحد كيف فكرت هذا بالقصة فيرستها في الإجابة تناك تجوابته عن أسئلة التالية السؤالها بل كتجواب أضو مركو هرلا وصول لقيه وإنت موضوع عقار هذا يشير روحه في عن معلمكم أرد يقول معلم كسيه الرئيه سيه وحوق سيه وقاده موضوع على قد هوديه أما الله لقيه واحد هل صار العالم أدونكم يون نقضي قرية واحدة من نقضي حق يعني إسكور هين تيسو ماها اسمه سوق قرن أدويده وهل كي ذلك اللي توقته لكن صلى سقور هيا سيد القرية دي يسي كسيه فضوها كيف سيدوك نقضي وايهي وهاي أهيد وسائل النقل بسبب وسائل النقل وسائل الاتساء جديدك الدنيا حولك يسكرتين تحولك كوس قينس اثنين ما دول الشمال محل إلى الدولة ده تجن حاجة وقوي الدنيا هل هي غنية ثم الدولة غنية بقى أم فقيرة ثم سوى الدولة فقيرة يعني الدنيا واحدة لهذا يشاركوا وقوي تجن أيام البطن وما القبين ما دول الجنوب محيه ثلاثة دولة ده كونفورت الدنيا تجن ومحي هل هي غنية أم فقيرة مدولدة مالقبيرة مسوى الدولدة صبارة قدر واحد على كوة كونفورتها أي صبار الكوبانيين أربعة في أي البلاد يكثر المرض ذلك عذر كي والجهل وأقوان أنت قبة أنت هو كوي لماذا محي لكن كوة عذر هذا وقادن إذا قال أنت قل عضا إمقاحا قال لنا مركز الدول الشمال ودول الجنوب دولدها الدولدة وقوية كوية لا يكوة الدولدة كونفورتها كوية لا أصبح العالم أدون كوة نقضي اليوم ما أنت قرية صغيرة كوة نقضي قبل جيسبة wuxuu noqday taariikhdi yar oo kale isagoo sidiisii u balaaran oo ahaan jiray ayuu hadana soo ururay marka dhan kale laga yeeyo maxaa soo ururiyay bisababi wasaa'il naqli wax laga gaadiidka adduunyada ka dhex shaqeeyay al hadithatu usub ayaa soo ururiyay adduunyada oo wasaa'il istisaal al haditha waxa kale oo soo ururiyay adeega isgaarsiinta ee adduunyada maanta ka dhex shaqeeyay keyfa yaciishu sidee ku nooliin hadaba سكان هذه القرية الصغيرة مغاير بو مكسر كينيا مغاير دنير تدك الدقن يدقان كيو سيئنولي واسدي قاب كيونولي سوري إنني أنا أدعوك وحن كويلي يا بولي يا صاحبي صاحب كيو لزيارة هذه القرية إنا صوب وغنو طابيضا الصغيرة تير هيا إن كان نتجول أن كوريقنو فيها طابيضا وننظر أن أغنى بلا أوفر سنو وحنا كسو أغنو كيف يعيش سيئنوليهين سكانها مغاير دنير تدك الدقني ساسحبك وحن قوانك راعية وساسحبك وانك سيك حين يبور معي أدي وانا راعية في طائرة ديارة 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 راعي سيبور انصو ايقني وانك سيك حين ديارة ديارة كوسي قادي اني كيمبور انني املك وحن انا قول لها بول طائرة ديارة صغير سريعة ديارة يسا وآدو ديارة يسا ايار انا قول لها معيك اسرع ويكا ديارة يسا من الصوت عطك قفك من آدنك وحيابها وقول ديارة يو كمدي عطك يكا ديارة يسا بولي وديارة يقوحو ديكا ديارة يان أي صوت كودا أي خير يا سابو تفضل صار عبوري يا صاحبي صاحب كيو اركب الطائرة يا رضا صوفو وهي بنا إن كان ننطلق وانتجينا وضبيت صار صائجينا نحن نقول نطير ونحن نقول نطير وندورنا الآن إمك فوق دول الشمال يا رضا صوتها مرسوم حلي هاي ضبيت يرو بركة شجية وعالم كي ضبيت يرو شجية وعالم كي لما كل واحد طابي دياره طابي ديار على الدنيا سوينا كبس سوينا روح الجبيه ده بقى الدنيا دي أربعة إن كان سوينا الجبيه ده بقى أنس كبس سوينا طابي دياره طابي ديار الدنيا دي مركزه في ليه يعني أدون كسل وقولوا لي أنا سوينا روح ولا تروح يا صاحبي لزيارة هذه القرية الصغيرة وحن كوكو باقي أنا صابق أنه قابض طابي دياره أدون كي نقضي إيه أربعة كبس سوينا كسر وين الجبيه نبي هيا هيا إن كان نتجول أن كسو ورقنا بقى فيها دابيدا يرى عالم كورنا مكا كومي وننظر أن أغنى دابيدا يرى كيف يعيش سيقنوا لين سكانوا هذا الكتكري وأدوية دي ورم سأصحابك وأقصيك حين معي أنك أنا سيرا عيسى في طائرة الديارة دي أنا كوكو قاضية إنني أملك طائرة ديارة ما لها سريعة نادو دي ريسى أسرع من الصوت عطك بك دي ريسى تفضل صوفول يا صاحبي صاحب كيو اركب الطائرة دائرة ديارة صوفول وهي بناء النكال ننطلق وين تجينا وين راعي رسول الله نحن النغو نضير وحنضولينا الآن إمكا فوق دول الشمال دولتها وقويق الدنيا كوية لدشو دول إمكا مرينا انظر أيك بها دميري إلى هذه الدول دولتها وقويق كوية لبال أفرسو إنها الدول مواد دولتها غنية مالقبانة تملك وحي لا دهي القوة أود يعني عيدا يمل التريق يوحكسا والعلم أقول نويليهن والمال حولنا وهيستان انت تصور ما هيستان
awood bay leeyihiin teknolojiga adduunyada way haystaan, aqoontii soo saartayna way leeyihiin, maalna way leeyihiin, waxaasoo dhan cilmiga u sala marka horeba oo saligu waa undureeg ilanaasi dadka ku nooleeg xagga waqooyiga adduunyada innahum iyo aqniya waa dad maalqabeena fii haadihi duwal dowladaha waxaa ku dhex nool dad maalqabeen oo maaratay wax badan haysta yalbasuuna wax xidhaan ajmala siyaab dharka ugu qoraxda badan wahum iyagu asixaa waa dad wada caafimaad qaba oo fayow oo cudur ma qabaan wayacishuna waxay ku nool yihiin fii buyuutin jamiilatin guryo qurux badan bay ku nool guryo qurux badan ayay ku nool yihiin maa aksara almadaaris badanaa alla waa tacajub badanaa madrasadaha iskuullada waljaamicaati jaamicadaha walmustashfiyaati dhakhaatirada walmasaanic warshadaha walmasaaric beeraha hunaa halkaa ku yaala adduyada waqooyigeedu ma qiyaasi kartid innahum yaciishuuna waxay ku nool yihiin fii amni nabadgelyo warrakhaan iyo barwaaqo ayay isku darsadeen nabadgelyo adduunyo iyo barwaaqa isku darsadeen haya inakeenbu haddana yidhi nazuuru aan soo booqanno soo marno aljaanib alaakhar dhinaca kale ee min alcaalami adduunyada oo daabeedda yaruu sheegay waa adduunyadii bal dhinaca kale koonfurna aan soo egnay haadihi tan way yimaadeen durba haadihi tani duwalujunuub januub duwalujanuub waa dowladaha ku yaala xagga koonfureed adduunyada innahaa duwalun faqiiratu waa dowlado sabool ah oo faqiir ah laa tamliku lquwa awood technology maanta cusub waxba kama haystaan walaalcilma aqoonna ma leh walaalmaala xoolana ma haystaan undur eeg ilaa haa ulaaynaas bal dadkan eeg buuri ku nool xaggan innahum fuqara waa dad farmaran oon waxba haysan oon iska furin oon iska faydin yalbasuuna waxay xidhan yihiin siyaaban basiida dad yaa dhar yar aada u qab yacni mare yaroo qaar saan isku xidha iyo qaar mareyaa xidhan iyo kuwo jexjexan kuwo isku mare iyo waxay haystaan yaroo macno caynkaasi samaynayn wayacishuuna fii buyuutin sagiiratin waxay ku nool yihiin guryo yaryar sa buulal yaryar iyo qaar dhoobo yarah iyo waxaasay dergado yaryar iyo waxaasay ku jiraan si isu dhaamaanba wa mucdamuhum intooda badanina maradbaa way bukaanba cudurro badanna way qabaan intoodii badnay maa aqra almadaaris iskuulladu yara waljaamicaati jaamacaduhu yara walmustashfiyaati dhakhaatirtu yara walmasaanic warshaduhu yara walmasaaricu beeruhu yara huna halka marka koonfurta la jooga adduunyada intaasoo horumarkiiba way yaryihiin maa limaada yataqaatalu naas dadku maxay isu laynayaan fii haadihi albalaad dagaalaha ka socdee dadku maxay wadamadan isku dilayaan koonfurta adduunyada ku yaalla ee la isku laynayaa walimaada yantashiru alfaqru muxuu ugu batay farmanaanta iyo faqrigu walmaradu cudurka maxaa ku badiyey waljahlu aqoonlaanta maxay ugu badatay hunaa halka oo koonfurta adduunyada ah yaa lahaa min xayaat alla waa nool cidhiidhiya buu oo la yaab leh oo kaleed iyo silic iyo saxariir ayay ku nool yihiin iyo surbacaad kuwa halkan jooga ayuu markaa leeyahay sule hal ra'ayta yaa saaxibi miyaad aragtay saaxiibkayow haadihi alqaryata asagiira daabeedan yar waa adduunyadii buu ka hadlayaa miyaad aragtay yaciishu nisfu sukaaniha daabeedan yar ee adduunyada dadka ku nool kala barhkood waxay ku nool yihiin waa kuwa waqooyiga ee fii rakhaan barwaaqo waa adduunyada inta waqooyiga ku nool wayaciishu nisfu alaakhar kala barhka kale waa adduunyada koonfurta joogtee waxay ku nool fii faqri faramadhnaan wa xarbin dagaal limaada maxay ku dhacday limaada la yaciish muxuu ugu noolaan waayey jamiicu sukaan alqaryati daabiyada yare adduunyadu ka kooban tahay ee dadka ku nool ee degani firhaan amn maxay barwaaqo iyo nabadgelyo ugu wada noolaan waayeen ee qaybna barwaaqo u noqotay nabadgelyo u noqotay horumar ay u gaadhay qaybna faqri iyo cudur iyo aqoon la-aan iyo dagaal iyo olol iyo silac maxay ugu nooshahay hal sayaxduhu dalik arrintaasi ma ka dhici doontaa fiyo ma dhici doontaa tolo fiyo min alayaam mar adduunyada maalin ka mid a tolo ma la arki doonaa iyadoo adduunyada oo dhammi nabadduna wada gaadhay dhaqaaluhu wada gaadhay horumarku wada gaadhay aqoontu wada gaadhay caafimaadkuna wada gaadhay tolo ma la heli doonaa allahu aclam ilaah baa og buuri in la heliyo in kale wallahu subxanahu wa tacala aclam waxkale